عملية تضامنية تضاف إلى العمليات المبرمجة لفائدة المواطنين المعوزين على مستوى ولاية معسكر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، والتي مست أكثر من 6000 عائلة على مستوى 47 بلدية. كما سلمت للمواطن كذلك منحة تقدر ب10,000 دينار جزائري تم صبها في حساباتهم الشخصية. وتدعيما للمسعى التضامني، هناك عملية عينية عبارة عن قفف تحتوي على مواد غذائية والمطلوبة لفائدة هذه العائلات المعوزة. العمليات المبرمجة على مستوى الولاية لفائدة مواطنينا عبر بلدية الولاية، وبذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري اللي هو مشكور على وقوفه ومبادرة نظمها باتجاه ولفائدة العائلات المعوزة عبر 47 بلدية اللي تشكل إقليم الولاية. والعملية الأولى هذه تمس أكثر من 6000 عائلة، بمعنى أن في 6000 كولي قفة رمضان إضافية لفائدة العائلات تلحقهم اليوم بحول الله، في انتظار حصص إضافية كذلك بمناسبة منتصف شهر رمضان وليلة القدر المبارك. المواطنين اليوم أعطينا لهم منحة تضامنية 10,000 دينار جزائري صبت في حساباتهم الشخصية قبل انطلاق أو بداية شهر رمضان المبارك. واليوم تدعيما لهذا ليلون دو سوليداريتي، لهذا المسعى التضامني، فيه عملية عينية قفف عينية من مواد غذائية الواسعة الاستهلاك والمطلوبة لفائدة 6000 عائلة بحول الله. كما صرح السيد والي ولاية معسكر بأن العملية التضامنية مستمرة لكونها احتكاك لكل فعاليات المجتمع. العملية التضامنية هي احتكاك فعاليات كل فعاليات المجتمع، الخيرين من هذه الولاية والطيبين لهذه الولاية، وبالتالي العملية كذلك راح تمس الزوايا، خاصة نعرفوا الزوايا اليوم فيها تلاميذ يحفظوا القرآن ومتمدرسين ومقيمين على مستوى هذه الزوايا، ولكن لتخفيف العبء على القائمين على الزوايا راح يكون لهم كذلك نصيب من هذه الإعانات العينية حتى نفدوا عليهم الغبن ونسهلوا لهم المأمورية في تدريس أولادنا بالقرآن الشريف والسنة النبوية الشريفة عبر زوايا الولاية. شاكرا كذلك السيد رئيس الهلال الأحمر الجزائري اللي هو ثاني كان جند بمعية كل الطاقم اللي يرافقوه في العملية هذه، كانوا مجندين قبل شهر رمضان وعشية رمضان والأيام الأولى من شهر رمضان حتى تجسد العملية في الميدان ويستفيد منها مواطنينا الولاية. إذن هنيئا لكم على هذا المسعى ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والخير. وبالمناسبة أتمنى رمضان كريم وقيام المقبول وصيام المقبول لكل مواطنينا. أنا دائما مع الناس المحتاجين، واليوم كما راكم تشوفوا كاينه انطلاقة تاع ما يفوق من 6000 قفة على 47 بلدية، وهذا بين غادي تكون الانطلاقة تاعها من طرف السيد الوالي. نشكره الشكر الجزيل اللي راه يساعد بنا، وثاني الرئيسة الوطنية اللي راهي ثاني دائما هي دائما تحث على المعوزين وعلى الإعانات، وكل هذا الشيء اللي نقوم به كله من المحسنين اللي نتمنوا لهم الخير والسعادة والهنا، ونزيدوا ونقول لهم الله يزيدكم خير على خير، والله يحفظ الجزائر ويحفظ الأمة الإسلامية. وشكرا. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.